مشاهدينا الكرام مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده، حلقه اليوم الاثنين من برنامج تشاهدك، البرنامج التفاعلي المخصص لحضاراتكم بالكامل. ساعه الهواء يمكنكم من خلالها توصلوا اصواتكم وارائكم وكل القضايا اللي تبوا تناقشوها من خلال مساحه تشاهدك، حيث الشاشه لكم وانتم صناع الخبر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة اليوم من برنامج تشاهدك. طبعا زي ما نعرفوا من خلال برنامج تشاهدك دائما ما نطرحوا الأسئلة وننتظر إجابات حضاراتكم، لكن عندنا بعض المواضيع لازم نناقشوها. وأول شيء لازم نقوله لزميلنا علي المحمودي، ألف حمد لله على السلامة، الصحفي الليبي مراسل قنوات 218 علي المحمودي اللي كان يغطي في احتفالات في الذكرى 11 في ميدان الشهداء في طرابلس وتعرض لاعتداء لفظي وجسدي من قبل ميليشيات، او مش عارف يعني ما هم ما يبوناش نقولوا ميليشيات، فمش عارفين شو نقولوا عليهم. هم ما لهم جيش وله شرطه، انتم لكم جيش ولكم شرطه وما تبوناش نقولوا ميليشيات، ليش بنقولوا يعني نخترعوا نديروا جو معمر حتى احنا بنطلعوا في اسماء ثانيه هيك جديده وكذا. فالف حمد لله على سلامتك علي المحمودي، احنا فاهمين لماذا هذه الاعتداءات اصبحت تتكرر على الصحفيين والعاملين في قنوات 218، لان القناه تفتح في ملفات الفساد، وكل الشخصيات هنا في قنوات 218 هي زي بعض، اي حد عليه شبهه فساد حيفتح ملف، واول ما توصلنا وثائق بكل تأكيد حنعطوها لجمهورنا الكريم نوروها لهم، إن كان من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال برامجنا، برنامج البلاد، برنامج لايف على 218 نيوز. فالاعتداء علينا مش حيوقفنا، أي شخص فاسد يتحمل مسؤوليته، عاد ما تخنبش الملايين وما تبيش الصحفيين يتكلموا عليك، عاد تبوا تخنبوا ملايين والمليارات وما تبوا حد يتكلم عليكم، هل بعلينا تخنبوا ونسكتوا، على الاقل خلونا ندهو اخنبوا، واحنا ما عندنا ما بنديروا لكم. السرقه، سرقه المال العام والفساد هذا شيء طبيعي في ليبيا، على الاقل خلونا نقولوا للناس يعني لا اكثر ولا اقل. مره ثالثه نقول له الحمد لله على سلامتك زميلنا علي المحمود، وشكرا لكل من تعاطف، وشكرا لكل من يعني يحاول انه هو يدعم علي المحمودي، وهو دعم علي المحمودي يكون دعم للصحافة والصحفي الليبي اللي عانى الكثير خلال السنوات الماضية والعقود الماضية عندما كان هامش الحرية قليل جدا، وبعد فبراير عندما زاد هامش الحرية للأسف أصبحت الاعتداءات متكررة وتحقيقات حتى بدون يعني مذكرة قبض على عدد من الصحفيين الليبيين. أيضا وقبل ما نطرح سؤال الحلقة، من قبل ثلاثة أيام صار حدث يعني في مدينة طرابلس، قبل كل شيء بنقول الناس اللي توفت جراء التسمم اللي صار في إحدى صالات الأفراح، الله يرحمهم ويوسع عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله الناس اللي قاعدة تعاني لغاية الآن إن شاء الله ربي يشفيهم. عندنا الفيديو حصري مع الدكتور بوبكر مروان، نتابعه الدكتور بوبكر شن قال وكيف وصف الحالة وشن صار بالضبط، وكيف صالة أفراح بدل ما الناس تمشي وتحضر عرس وتفرح فيه يعني ينتقل مباشرة ويصبح خيام عزاء يعني. نسمع الدكتور بكر ونرجع. الحقيقة ما حدث مؤخرا في الحالة هذه اللي انتشرت لها حالات التسمم جراء لأكل موجود في صالة في سوق الجمعة لمناسبة لمولود، أسبوع لمولود، تضرروا منها الحقيقة مجموعة كبيرة من العائلات، واللي هي تزيد الحالات الحقيقة في التسمم إلى 80 حالة، يعني هذا اللي تواردوا على العيادات اللي موجودة في طرابلس واللي المستشفى طرابلس الطبي وشارع الزاوية والقلب، عيادة الريادة، عيادة الحافظ، عيادة المجد، المركزية، الاستقلال، المختار، الخليل،
ويمكن في حالات أخرى في عيادات أخرى لم نتمكن من حصرها. الحقيقة وصلت الحالات لمدينة الخمس في عائلة في مدينة الخمس روحت بأكل لعائلة حتى هي ما جتش للصالة لأنهم ما بيمشوش للصالة وتسمموا حتى هم في الخمس عائلة. في حتى هي عائلة توسط معنا في قصر بوغشير عندهم امرأة وعندهم طفل صغير حتى هم تسمم، ونتيجة التسمم هو الحقيقة خسرنا زوز أرواح ترحم عليهم إن شاء الله ربي يتقبلهم برحمته. عرفنا واتضح من قبل ما سمعنا من مولاة المناسبة هذه أو صاحبة المناسبة من الإمكان اللي عدت فيه الوجبات كان المنزل بمعاونة أحد أقاربها أو قريبة مرت أخوها يهمها هي اللي دارت الأكل هداي. الحقيقة واضح أن من التسمم الشديد يعني أن في مادة علة السموم أو السمية داخل هذه المادة، لأن شين صاير التسمم كان شديد ومنتشر جدا بين الحالات، وحتى الأعراض اللي خرجت عن حالاتها هي من إسهال وقي وترجيع وحرارة شديدة. الحقيقة أن الأعراض هي واضحة أن أعراض تسمم غذائي أو تسمم بأي مادة سامة، لكن إحنا الأرجح أنه حيكون تسمم غذائي لأن اللي كلي الوجبة هذه اللي هي معدة في البيت اللي هي عبارة عن مبطن وبوريك ورز وما يسمى بالوسادة، وهذه قصدي الأكلات يعرفها الشعب الليبي كويس وهذه تستعملوا فيها في مناسباتنا. وممكن تكون اللحوم سبب التسمم، ممكن تكون الجبنة، ممكن تكون الإمكان اللي نعد فيه بطريقة أو بما مش نضيف. طبعا لغاية الآن احنا ما عرفناش القصة، حتى كلام أبو بكر مروان ما كانش واضح هلبة يعني باش نفهم شو صار، وممكن هو الرجل أيضا الصورة أمامه مش واضحة مش عارف في النهاية أرواح ناس يعني مش عارف. وأيضا السؤال يطرح نفسه هي كيف صلاة الأفراح تبين مش كورونا ووقفتوا الدراسة ومش عارف شنو على صلاة الأفراح. الحاجة الوحيدة في ليبيا ما يقدر حد يسكرها، الجوامع أقفلة، الجامعات، المدارس، المحلات، القهاوي، الحلاقين، كل شيء سكر إلا صلاة الأفراح. طبعا لما تعرف إن وراء صلاة الأفراح في رجال أعمال كبار وفي أعيان وفي زوجة فلان ومش عارف نسيب فلان، وهذه صلاة الأفراح أغلبها بالطريقة هذه خاصة الكبيرة اللي مش قادر الدولة تسيطر عليها، وشوفوا لوين وصلنا الآن. طبعا في معمل يعني مسؤولة كده معمل اللي طيبوا فيه الماكلة واللي شروا منه الماكلة هو المسؤول أولا يعني. احنا ننتظروا في التحقيقات عموما، هو بكر مروان قال حتكون في تحقيقات فحننتظروا التحقيقات، ورانا شيء احنا ننتظر التحقيقات وما اعتقدش انها حتكون في اي نتيجة يعني. يعني مني بالله مني اللي بيحقق ولا من ألف قضية عندنا في البلاد احنا تحتاج تحقيق لغاية الآن. عموما ندعو مرة تانية الرحمة الله يرحمهم ويوسع عليهم السيدة والطفل الصغير اللي توفى، وأيضا ندعو بالشفاء العاجل لكل الناس اللي تعرضوا لهذه الحادثة وكان عندهم تسمم غذائي. سؤال حلقتنا اليوم عموما طولت عليكم، ما الأزمة التي تعاني منها مدينتك ولم يوجد لها حل لغاية الآن؟ لأن عدد كبير من الناس يبعثونا عبر صندوق الوارد لقنوات 218 يقولون ما تتكلموا على أزمة كهرباء، راهو في بلديتنا عندنا أزمة كذا، فصعب أن احنا نتكلموا على مدينة معينة أو قرية معينة. فخلينا السؤال بشكل عام، ويريت تثروا الحلقة بأراء حضراتكم. يمكنكم الإجابة عبر الهاتف، الاتصال على الرقم الهاتفي الموجود على الشاشة الآن، أو البعث بالرسائل الصوتية على الرقم المخصص للواتساب، وأيضا دخول على قنوات 218 نيوز على البث المباشر، صفحتنا الرسمية 218 نيوز على الفيسبوك تلقوا أيضا البث المباشر. يمكنكم تتركوا تعقيبكم، حنقرأ أكبر قدر ممكن من التعليقات. أعتقد معنا اتصال هاتفي، فقدنا الاتصال، حنحاول نعود نتصل بيك مرة ثانية. هاي نقرأ على الأقل تعليقات الناس. البنية التحتية في كل شيء، مدينة تحت الصفر، هذا من عوض النجم قال البنية، ما قالش في أي مدينة تحديدا، لكن هي أغلب المدن يعني نعانوا من نفس المشكلة اللي هي البنية التحتية في المدن الليبية، معاناة كبيرة. أحمد محميد وسطات وقبلية، واللي تلقاه مدير مؤسسة تلقاه هو سراق وقصة الشرطة مش منضبطة. بدر محمد قال أزمة قناة 218، هو أزمته يبدو أنها قناة 218.
البنية التحتية صفر. لاحظنا يعني أكثر مشاكل الناس تتكلم عن البنية التحتية، الكهرباء، المستوصفات، لأن في مدن راهو المستوصف والمجمعات الصحية مقفلة فيها منذ سنوات وما في حد معدل. عماد قال ما يبوش حد اللي يخدم بضمير، ربي يعونكم، شكرا جزيلا ليك. أحمد الحضيري قال سؤال، هل القناة تقبل النقد من المشاهدين؟ احنا نقرأ في كل التعليقات أستاذ أحمد الحضيري. إبراهيم بن عمران، للأسف لا توجد صحافة حرة ودخلاء كثيرين في المجال، وما أكثر مطبلين للفاسدين العنصريين، معاناة شعب لم يستفد من ثرواته، بنغازي مدمرة وسرقوا أموال إعادة البناء، ومجالس معينة من نواب فاشلين همهم الاستمرار والتمديد وتعيين الجهلة في البلديات والمناصب والوزراء. أحمد الحضيري حاير في قنوات 218 والإعلام، يعني بعض الأسئلة الصراحة اللي توجه لي هو احنا مراسلين ومش قادرين يتم الاعتداء على مراسلين، يعني تصور انها تكون إدارة القناة بكل كدرها الوظيفي بالإدارة بالموظفين مديعات ومديعين، ايش بيديرونا بعدين؟ كسؤال يعني الصراحة مش منطقي لما تسأل علاش 218 تقدرش تبث من ليبيا، احنا مش قادرين نديروا مراسلة، تبين نبث من ليبيا، تبين قاعد في استوديو زي هذا وندوي على فتحي بشاغه، ولا ندوي على عبد الحميد دبيبه، ولا ندوي على صدام حفتر، ولا ندوي كيف؟ كيف فوق راسي نلقاهم بعدين؟ يعني ما مش منطق الصراحه لما تقول كيف القناه تبث من برا ليبيا؟ ما بتحميني حضرتك؟ بتحمي الصحفيين حضرتك؟ عموما معنا اتصال جديد او اول اتصال في حلقه اليوم، الو مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ النور. أهلا وسهلا بك أختي، يا ريت تعرفيني باسم حضرتك ومن أي مدينة؟ أنا رأفة الشريف مدينة طرابلس. شريف أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدينا في طرابلس. طبعا احنا سؤالنا اليوم شن هي الأزمة اللي تعاني منها مدينتك أو حتى الأزمات يعني واللي لغاية الآن ما لقولهاش حل من سنوات؟ طبعا. يعني هو بالنسبة للمشكلة أكثر مشكلة أنا نشوفها كشابة واللي يعانوا منها العديد من الشباب ويتواصلوا معي بالخصوص هي البطالة. يعني أنا شايفة موضوع البطالة تحديدا أكبر بطالة مشكلة تواجه فيها مدينتي تحديدا وكافة مدن ليبيا. الموضوع ينقسم لجزئين بالنسبة لي أنا، يعني مقسماته القطاع العام والقطاع الخاص. بالنسبة للقطاع العام عندنا ما يسمى بالبطالة المقننة. يعني أنا كشخص متعين في القطاع العام نمشي كروتين، أو إن هو يعني أنا نمشي ندير في حاجة أنا مش رغبها لعدة أسباب. مثلا على سبيل المثال، يا يعني أنا متعين في مكان أنا مش تخصصي أصلا، أو أني أنا ماشي المكان هذا فارض علي أني أنا نمشي يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع بسبب الاكتظاظ وبسبب الزحمة واختلاف تنويع الأوقات. يعني ما فيش الشغل هذا تحديدا ما فيش أي اكتساب أو فائدة جديدة، يعني حاجة روتينية على مدار السنوات وخلاص. وما فيش ما فيش مجال للشباب انهم يبدعوا او انهم يطوروا قدراتهم او مهاراتهم. بالضبط. هذا جانب. تمام. الجانب الاخر القطاع الخاص. القطاع الخاص ايضا يعاني من مشكلة انعدام الاستقرار الوظيفي. الاستقرار الوظيفي يعني انا كشخص ما يعني متعي او نشتغل في القطاع الخاص، هل تعلم ان ثلث ارباع الجهات الخاصه ما عندهمش عقود، يعني ما يتعاملوش بالعقود. صحيح. العقود متاعهم غير خاضعه للقانون، يعني تكون بناء على اتفاق فقط بين الطرفين، بسبب ان ارباب الـ يعني الاشخاص هذه المدراء او المسؤولين في القطاع الخاص يتجنبوا دفع الضرائب، يعني يتجنبوا المسائل القانونيه. فبالتالي الشاب او الشابه لما تشتغل في القطاع الخاص ما فيش يضمن حقها، ما فيش حماية لها. يعني اليوم تشتغل غدوة احتمال يقولوها والله للأسف احنا معش تقدر تكملي معنا، بنجيبوا حد تاني بدلك مثلا على سبيل المثال. تمام. فأنا من رأيي ان هذه المشكلة يعني خلت الشباب يتجهوا للعديد من المجالات الأخرى اللي هي حتضيع حياتهم مستقبلا، يعني ما عندهمش أي مجال تاني لأن كل السبل تفكر تفوجهم. فأنا من رأيي علاش الحكومة ما تديرش
ما يسمى بالإنترنشيب أو المنحة تدريبية. يعني أنا حاجة من الحاجات أيضا تواجه فيه أن أنا أوكي تمام يجيك شاب متخرج بتقدير عالية وما شاء الله عنده مواهب عنده طاقة، لكن ما فيش جهة تبي شغلة أو نهاية عينة. علاش؟ لأن أول حاجة يطلبوا بها الخبرة، فهو كيف متخرج حاليا من وين بيحصلها الخبرة. فلذلك البرنامج اللي أنا حكيت عليه توا أو المنحة التدريبية، لو أن الحكومة وفرتها في كل كافة القطاعات، يعني قطاع الصحة قطاع التعليم وقطاع كل القطاعات هذه، لو إحنا خدنا الشباب ودربناهم مدة زمنية معينة مثلا 6 شهور بمبلغ مثلا نديروا لهم مكافآت على سبيل المثال يتعلموا به، بعد 6 شهور هما أنا نجي نختار منهم اللي أثبت نفسه واجتهد وأنا نشوف فيه أنه هو كفؤ نعطيه يوقع عقد معي ونضمه للكادر متاعي، واللي محل فاشل الحظ أو أنه هو ما كانش قد المستوى يكفي أنه هو يخديه خبرة وأنا بعدها نعطيه يعني نعطيه ما يثبت أنه هو درب عندي أو أنه هو عنده خبرة، مش بالتالي بعدها لما يقدم على جهات ثانية يلقاها متسهلة عنده. نعم واضح واضح. شكرا شكرا جزيلا لك رأفة الشريف، كنت معنا من طرابلس، تحياتنا لك. شكرا جزيلا. طبعا هي أكثر نقطة قالت اللي يعانوا منها الآن والأزمة الواضحة هي أزمة البطالة في القطاعين العام وعندها مشاكل حسب مصنفتهم هي، وأيضا القطاع الخاص مختلف يعني، وأبرزها طبعا عدم وجود عقود، ما عندكش حقوق لما تخدم في القطاع الخاص، ضافت أنه في لحظة يقدروا يستغنوا عنك يعني، معكس لما تكون قطاع عام ما فيش فصل من الدولة يعني، ما يقدروش يفصلوك من الدولة لما تكون يعني فاسد أو سارق أو كذا يعني، الأخطاء البسيطة وكذا ما عليهاش عقوبات كبيرة لما تكون موظف في الدولة عكس القطاع الخاص. وأيضا المشكلة اللي واجه فيها كل المتخرجين هي قصة الخبرة. أنا كنت متخرج لي سنة ولا اثنين وبنخدم في شركة تطلب مني خبرة 5 سنين في مجالها، وأنا كيف متخرج يعني الخبرة منين بنجيبها؟ لازم نخدم قبل، أو على الأقل تعطيني مثلا، هي قالت منحة تدريبية وتعطيني فترة، تعطيني فترة نخدم فيها حتى بربع مرتب على الأقل باش نكون الخبرة اللي انت طالبها مني، باش أنا تكون عندي التراكمات هذه اللي طالبينها. هنسمع رسالة صوتية قاعدة توصلنا عبر الواتساب. طبعا لو نتكلم على أزمات اللي تعاني منها مدينتي تحديدا مدينة بنوليد، هي مجموعة كبيرة من الأزمات سواء كانت في البنية التحتية أو غيرها، بما أنك لكن أزمة واحدة هي من الأزمات التي تعانيها مدينة بنوليد طيلة 11 سنة، هي أزمة انتشار القمامة في مداخل ومخارج المدينة وبرضه في وسط المدينة. هذه الأزمة اللي تفاقمت كثيرا طيلة السنوات الماضية، اللي طبعا ما يقولهاش حل جميع المجالس المحلية أو البلدية السابقة، فإن شاء الله يا رب الأزمة هذه تحل يعني داخل مدينة بنوليد وتوجد لها حل، بإضافة إلى عدة أزمات تعانيها المدينة طيلة السنوات الفاتت. شكرا شكرا جزيلا لك، تحياتنا لك وكل مشاهدينا في بنوليد. قال يعني مشكلة البنية التحتية طبعا هذه مشكلة عامة في كل البلديات، وأيضا انتشار القمامة وحتى هي نقدر نقول مشكلة عامة. ممكن في طرابلس شركة الخدمات ها حسنت الوضع شوية، لكن مختلف المدن الليبية في انتشار كبير للقمامة بشكل مستفز، والمجالس البلدية تحسها هيك عاجزة أمام الموضوع. في حلول هي يعني الموضوع، لكن هم طبعا نعرفوا لهم في أشياء تانية. هنسمع رسالة صوتية لبعض. تعاني المدينة من مشكلة كبيرة جدا في المياه، المياه مصدر أساسي للحياة ولا يمكن البقاء بدونه، ونتيجة انقطاع مياه النهر وعدم إيصالها لكافة المساكن، لا توجد هناك توصيلات لكافة المساكن، ونتيجة الغلاء المرتفع جدا للأسعار، فأصبح موضوع المياه موضوع مؤرق لجميع السكان الذين لا يتمكنون من الحصول عليه، وإشكالية حفر الأبار تعتبر متعبة ومرتفعة الأسعار ترهق كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة من انعدام مصادر الدخل، وكذلك يتم بناء على توفر المياه العديد من الأنشطة الزراعية التجارية التي يعتمد عليها المواطن في دخله، لكن هذه الظروف الصعبة أصبحت حائل ما بين المواطن وبين تحقيق هذا البرنامج. أزمة المياه فعلا في مدن كثيرة، ممكن مدن ساحلية ما تعانيش هلبة من المشاكل لأن مشروع النهر الصناعي موصل المية وكذا، لكن في مدن في جبل في الجنوب منطقة الوسطى مية النهر هذه ما توصلش فيهم،
ويحتاجوا لأبار عميقة ويحتاجوا لتقنيات عالية باش يقدروا يوصلوا المياه الجوفية، وزي ما قال الأسعار مرتفعة. وعلى سيرة الأسعار، اليوم درت جولة وتأكدنا من مجموعة مع فريق عمل البرنامج من الأسعار الآن في السوق الليبي. فنشوفوا في العاصمة طرابلس الآن صندوق الطماطم 80 دينار، صندوق الطماطم ب 80 دينار، وصندوق الزيت ب 107 دينار. طماطم ب 80 وصندوق الزيت ب 107، السكر ب 34 دينار، الدجاج ب 14 دينار الكيلو، بق الدحي ب 16 دينار، وفي بعض الأسواق يوصل 17-18، بكو الحليب ب 4 دينار، بكو الحليب الواحد، والطن أقل نوع ونوع رديء جدا يعتبر ب 5 دينار. يعني بحسبة بسيطة، لو أنا مثلا راتب 1000 دينار، وإحنا اللي راتب 1000 دينار معناه راتبه كويس في ليبيا، هذا كان أخذ كاش. كان أخذت صندوق زيت على صندوق طماطم على 4 كيلو سكر على 4 دجاجات مثلا، وطبق دحي واربع بكوات، يعني خلاص تلقى روحك انت 1000 دينار حطيتها، ومش حتقدر مثلا تفطر عائله لمده شهر. يعني باش انا عائله من 4-5 افراد يفطروا لمده شهر ما يكفيهمش راتب الموظف. يعني بدل ما يلقوا لنا حلول لهذه الاشياء اللي انا عايش بها، نبي دحي، نبي طن، نبي خبزه، نبي ناكل، نوكل صغاري، هذه الاشياء المهمه اللي بحثنا عليها. هو طالع السيد عبد الحميد دبيبه، طبعا هنا كل طلعه ما كل يدير لك خارجه احرف من الخارجه اللي قبلها، وقد ما حاولوا جماعه منصه حكومتنا يمنتجوا ويديروا، لكن في امور على الهواء مباشره، وعبد الحميد الدبيبه لما تطلق ما عادش تقدر تشده. يعني وصلت به مؤخرا قال لهم يا اهل طرابلس صلى الله عليكم وسلم، تخيلوا وانتم توج فوق رؤوسنا. يعني حاجات غريبه الصراحه، كيف هذا رئيس حكومتنا لا يعرف يتكلم، لا يعرف يكتب، لا يعرف يدير. فقال بيوزع 50,000 قطعة أرض ومش عارف شني تباهي والأسعار، الدولار الغالي اللي فوق من 5، اليورو أيضا، هذا من بيحلها الأزمات هذه، المشاكل هذه، وانت لهيلي غير في الدعاية الانتخابية وكذا. والمفروض أن بعد أسبوع سيد فتحي بشاغة بيقدم حكومته البرلمان، خلاص البرلمان اللي أغلب نوابه يعني عليهم تهم فساد. تصوروا، وهذه معلومات مؤكدة، في نائب في البرلمان بشكل مباشر طلب من فتحي بشاغة أنه هو، يعني أنا النائب نجي لي فتحي بشاغة نقول له أنا نبي وزير وخوي سفير، لو خوي سفير مش في دولة، يا في بريطانيا يا في فرنسا، وقال للدول شنو هي 4-5 دول كبرى. تصور نائب هذا احنا مختارينا باش يمثلنا، باش يجيب لنا حقوقنا ويديرونا التشريعات وانتخابات ودستور، مستغل الفرصة ويشارط أنه هو يكون وزير، أو على الأقل عنده وزير بدون حقيبة وأخوه يكون، ولو بينفوا عندنا الأسماء يعني، وعندنا الاسم هو واسم أخوه، ومن اللي اتصل فتحي بشاغة مباشرة. ويبدو أن فتحي بشاغة يعاني، لأن الحكومة حتكون موسعة، ومن الواضح أن الحكومة حتكون موسعة هلبة، مش حيقدر فتحي بشاغة يكون صادق ويدير لنا حكومة صغيرة من 12 وزير أو من 10 وزارة أو يا سيدي من 14 وزير. لغاية الآن فوق من 20 وزير، وكل وزير عنده نائبين، وكل نائب مش عارف قداش 1000 دولار، وكل نائب بيعين واحد. يعني فوضى، فساد، يقسموا في فلوسنا وإحنا نعانوا. يا ريت حتى مبحبحين مثلا، قلت وإحنا شعب مبحبح ما عندناش مشاكل، وخليه، لكن إحنا نعانوا كهرباء، بنية تحتية، مشاكل، وضع أمني، والسادة يوزعوا في المناصب. يعني هنا رسائل صوتية، حسابها مكالمة، هاي نسمع رسائل صوتية قاعدة توصل فيها. طبعا الأزمات ما نختلفوش على المدن الأخرى، مثلا السيولة، الكهرباء في بعض الأحياء، انقطاع المية، الأزمة اللي نأثري منها سرت واجدة اللي هي تسكيرة المطار، في عندنا الأزمة السكن اللي عندنا أحياء مدمرة، أكثر من 5,000 حوش لتو يعني الدولة ما التفتت لهمش الناس، سواء من أجارات أو من تعويض أو من حتى إصلاح. عندنا أزمة اللي هي زيادة أمراض السرطان، اللهم احفينا من حروب السابقة، فهذه أهم الأزمات. شكرا، شكرا جزيلا لحضرتك. معنا اتصال هاتفي. ألو، مساء الخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا ريت تعرفني باسم حضرتك أستاذ والمدينة. مرحبتين بيك سيدي. أهلا وسهلا. أنا عبد الله مبارك من مدينة هون. عبد الله مبارك من هون. من هون نعم. أهلا وسهلا بيك كل مشاهدينا في هون والجفرة. مرحبتين بيك أستاذ عبد الله. شنو هي الأزمة اللي تعانوا فيها في هون لغاية الآن وما فيش ما لهاش حل هون والجفرة بشكل عام؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نشكركم إخوة في قناة 218 على نقل مشاكل الناس اللي يعانوا فيها سواء كانوا في هون أو في الجفرة أو في ليبيا كلها. طبعا المشاكل هي كانها مشكلة واحدة احنا نتحملوها إذا كانت مشكلة واحدة. وكيف ما يقول المثل الشعبي يقول اللي ما يبكي خلف العبرة. احنا مشاكل احنا شنو اللي موجود عندنا باش نقولوا احنا يصنفونا في 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 قائمه البشر والله في قائمه المحترمين والله احنا يعني شنو اللي ما وش موجود شيء يعني انا بنذكر لك مجموعه نقاط لو سمحت في وقت يعني. نعم تفضل. يا ريت فوزال استاذ عبد الله اللي هي يعني يعني الليبيين كلهم اللي هم الليبيين مساكين يعني صمت بتاعهم صمت الناس يعني معقولة. أنت الآن في برنامجك في برنامجك تتكلم على الأخوة النواب وعلى الحكومة وعلى صرفهم وعلي علي 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 قصدي يعني أنا لو أن مثال يجي نائب من نواب الجفرة والله أي موظف في في في, في المجلس الأعلى للدولة من الجفرة من نتكلم عن الجفرة باعتبار أن هذه مكاني يجي يسكن هنا يرجع لهون أو للجفرة بصفة عامة ونعطوه ألف دينار ونقول له بالله عيش بالألف دينار في الشهر. يا أخي يا نواب أنا مش عارف هل النواب هل المسؤولين يشبحوا بالتلفزيون يتفرجوا علينا يشبحوا في مأساتنا والله هم مسكرين عليه حتى القنوات الليبية مسكرين عليها. يا أخوان يا نواب أراهو أنت يا أخي الكريم يا مذيع القناة أنت تكلمت قلت الدحي والتن والخبزة و أهو الليبيين راهم مساكين عايشين في مأساة ولكن الليبيين بهذه المناسبة وفي هذه الحلقة ويا ريت أنا راني كلامي حلقة واحدة ما تسدها يا حبيبي لكن معليش بنوجز أنا يا ريت أن الليبيين يخرجوا للشوارع في وقفات احتياجية والله في أي شيء يدل على أنهم راهم أصبحوا ما همش بشر. يعني أنت لما تعطيني 500 دينار ولا 700 دينار مرتبي وأنت تأخذ في 20,000 دينار يا سيادة النائب يا سيادة النائب اللي بالأمس القريب كنت مواطن كادح كيفي كيفك ولكن الظروف حطنك نائب مقعمد على كرسي في طبرق ولا في طرابلس والمشكلة الكبيرة أنه نائب واخذ منصب آخر كأنها ليبيا عقمت يعني سفير في الجزيرة بكري في جامعة الدول العربية والله السفير في دولة أخرى وهو نائب يعني يأخذ في الدولار صحيح. من الجامعة العربية صحيح. ويأخذ في الدينار بعشرات الألاف ولا بكم ألف من الدولة الليبية والليبي يعاني والله يعاني. هذه النقطة الأولى اللي هي للشعب الليبي كله يعاني منها نبو إحنا رانا لا نبو فلوس إحنا نبو الاستقرار السياسي نبو الاستقرار السياسي نبو الاستقرار الاقتصادي نبو دينارنا يبدأ كويس عملتنا كويسة نبو الهناء والراحة البال يعني أو يعني رانا إحنا نطلب في أشياء بسيطة جدا جدا راهو المشكلة لله والله المشكلة لله الأشياء الأساسية فعلا مطلوبنا النواب باعتباركم أنتم المجلس التشريعي لكن شو بنشكو إحنا إذا أنتم أصحاب المشكلة أنتم أصحاب المشكلة إحنا كيف بنشكو انتم اصحاب المشكله احنا اللي ما بنشكو نشكو لله الله يحلها بيننا وبينكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله مبارك اعذرني سامحني استاذي في استاذ عبد الله شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا استاذ عبد الله مبارك من مدينه هون اعذرني لان للاسف يعني الوقت حاولت نعطيك اكبر قدر ممكن. والنقطه المهمه اللي قالها استاذ عبد الله قال النواب أصبح المشكلة يعني مجلس النواب بدل ما تحلونا الإشكاليات أصبحتوا أنتم مشكلة في حياتنا يعني مباشرة زي ما الدبيبة توا مشكلة واضح الشيء. أيضا إن مطالبنا أصبحت الحقوق أصبحت مطالب يعني أنا من حق الكهرباء بتردها لي غصبا عنك أنت مسؤول ما علاش تبي تولي وزير كهرباء كانك ما تبيش ترجع لي الكهرباء
علاش تبي تولي وزير صحة وما تبيش تدير لنا مستشفيات زي العالم والناس؟ علاش تبوا تولوا وزراء ما دام ما عندكمش؟ المشكلة يجي يقول لك التركة والوضع صعب وعقود معمر 40 سنة وأربع عقود وبعدين جانا العقد الأخير متاع الثورة وراهو الوضع صعب ومعاش فيه كيف. علاش تبي تولي وزير؟ يا سيدي أنت مش قادر، بارك الله فيك، أوكي والله ما لايمك واحد، علاش تبي تولي وزير؟ يعني وقولوا لنا كلام منطقي باش نفهموكم. أيضا السادة النواب والضغوط الكبيرة الآن اللي قاعدين يمارسوا فيها السيد فتحي بشاغة واضحة الآن. عموما في كلمة للسيد عبد الحميد الدبيبة يلقي في كلمة ما تعرفش علاش يلقي في كلمة أصلا، يعني بعض الكلمات اللي قالها قال دبيبة: تشكيل لجنة لإعداد القوانين الانتخابية تعرض مخرجاتها على مجلس النواب لاعتماده أو تعرض. دبيبة: الاستفتاء على الدستور سيجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. دبيبة: لو لجأ أي طرف للعنف فسنلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات. غير على من تكذبوا، أما التصويت الإلكتروني سيد عبد الحميد دبيبة تضي هارب، التصويت الإلكتروني يبي كهرباء، باش الكهرباء نجيب بها انترنت باش بعدين نقدر نصوت إلكترونيا. انت لا عطيني كهرباء ولا انترنت زي العالم والناس، فكيف بتتمها يعني؟ الطبقة السياسية الحالية، هذا كلام دبيبة، الطبقة السياسية الحالية تدفع نحو مسار خطير وتصر عليه هربا من الانتخابات. يعني تصوروا ان دبيبة بالانتخابات، هاي خلنا ندعو على دبيبة وعائلة دبيبة بمن دبيبة يتكلم. صحيفة زود ديتشه، طبعا احنا الحلقة والله للأسف مش سادة لأن الأزمات هلبة وفجأة دبيبة تكلم والأمور تداخلت، لكن بنقولوا حاجة يعني. صحيفة زود دوتشه أحد الصحف الألمانية العريقة، وحسب بيانات صادرة عن البنك كريديت سويس، هذا مصرف سويسري كبير، طبعا نعرف الأغنياء كلهم يحطوا فلوسهم في سويسرا، وعائلة دبيبة طبعا أغنياء ليبيا، مليارات من يم عمر، ما يكذب عليكم حد، خدوها بشكل مباشر. وأساسا أحد الحاجات اللي خلت الليبيين يطوروا على معمر هي البنية التحتية، الطرق، أكرمكم الله، المجاري وكذا، هذا كله كان خدمة عائلة دبيبة. البنية التحتية اللي كانت سيئة يا معمر قدافي، يعني هي طبعا أفضل من الآن لكن أيضا تعتبر سيئة مقارنة بإمكانياتنا كدولة نفطية. السبب فيها كانت دبيبة، عائلة دبيبة اللي هو السيد علي دبيبة ونسيب عبد الحميد دبيبة في نفس الوقت، وولد إبراهيم اللي دي ما يتاوب ويدير هيك على أساس أمريكي ولا ما فهمتش. هو وشوفوا سبحان الله، يعني علي دبيبة طلع في البيان في التقرير الصادر عن كريديت سويس، المصرف السويسري الكبير، حسب تقارير صحفية نشرتها صحيفة زود دوتشه الألمانية، تقول إنه هو عنده ملايين الدولارات أو ملايين الفرنك السويسري في حسابه في سويسرا، هذا في مصرف واحد. إضافة لشخصية تانية احنا كنا ناسيينها ونسينا إنه قاعد هو موجود، خالد الخويلدي الحميدي. الخويلدي الحميدي عنده ولد اسمه خالد، معروف هذا زمان، مش عارف هل هو نفسه اللي كان يبي يناسب معمر ما بوش يعطوه ولده معه، يعني القصة المعروفة. أيضا حتى هو عنده مصرف حساب في فلوس في نفس الحساب، في نفس المصرف، عفوا في نفس المصرف، عنده حساب في نفس المصرف وأيضا بالملايين فرنك سويسري. فتصوروا أن علي دبيبة اللي عنده الملايين في سويسرا، إذا كانت مش مليارات، إضافة لليخ والدي الخالد الخوالدي الحميدي اللي ابن أحد أركان النظام السابق، ودبيبة أصلا هو أيضا من النظام السابق، والدليل أن عائلة دبيبة كانت مطرودة في 2011، كانوا ما يدوش يخشوا مدينة مصراتة، يقولوا لهم عايدون لأنهم ما داروش أي موقف، يعتبروا فيهم يعني من أزلام النظام. الآن عبد الحميد دبيبة يكلم فينا على ثورة 17 فبراير ويقول بيحافظ على مبادئ ثورة 17 فبراير وما يبيش حد يسرق. مني عبد الحميد دبيبة اللي داروا مليارات من معمر القدافي يدوون نحن يقولون على 17 فبراير، تصور يعني. عموما هاي نشوفوا نمشوا الشاشة نشوفوا مع بعض توا شين اختارونا الزملاء من البوستات والآراء المختلفة من الفيسبوك والتويتر. We'll be right back.
نبدو مع بعض فيسبوك وتويتر. نبدو اليوم بالفيسبوك. صادق بوهديمة: المشكلة في ليبيا الآن أزمة أخلاق، وما أدراك ما الأخلاق. واضح الأمور، هذا وجهة نظر الأستاذ صادق. طبعا هذه وجهة نظر تمثل أصحابها. ليبيا بصور والكاركترات، هذه طبعا الصفحة اللي أغلقها الجيش الإلكتروني اللي تابع للسيد عبد الحميد الدبيبي. عبد الحميد الدبيبي مدير الجيش الإلكتروني يسكر في صفحات ضده، فمن ضمن الصفحات صفحة مميزة اسمها ليبيا بالصور والكاركترات، سكروها الصفحة، كان فيها قريب 250,000 متابع، رزونا فيها سبحان الله. تحت عنوان النصائح الغراء في أزمة الكهرباء: هيئة الأوقاف توصي الشعب الليبي بعدم الغضب والضجر بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وتوصي بالاحتساب لأن انقطاع الكهرباء من المصائب التي يؤجر عليها الإنسان. وتعليق الأدمن: احنا في حلم ولا في علم؟ يعني أنا أعرف الأوقاف قالوا لنا معاش ردوا بالكم تغضبوا لما نقصوا عليكم الكهرباء، ردوا بالكم تدعي ولا تقول يا ربي علاش، هذا حرام قالوا الأوقاف هيك قال. غير صحيح. افتتاح مصيف الليدو اللي هو البلدي أو السندباد، هذا المصيف من أضخم المشاريع اللي افتتحها السيد عبد الحميد الدبيبة. الليدو وفر 25,000 عمل لشاب ليبي، ونجح في ضرب السياحة في جزر المالديف وبالي وجزر هاواي، وادخل على الخزينة العامة الليبية مبلغ وقدره تقريبا 5 مليار دولار خلال موسم الصيف الماضي بس، تم استعمالها في مشاريع تنموية، بناء مدينة رياضية، 1500 مدرسة، والقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا، وكل هذا بفضل ذهاء وحكمة. طبعا هذه معلومات كلها غلط، هو يعني كوميديا سوداء يتكلم الأدمن أن مصيف الليدو اللي صرفوا عليه الملايين ما عرفناش قصته، يعني جابوا نجوم على أساس السوشيال ميديا وممثلين. مش عارف أنا كيف ترضى أنت فنان ولا مش فنان أولا، وثانيا لو كنت فنان أنت كيف ترضى أنك تكون أداة في دين السياسيين، لأن هم بيتحولوا تقعد أنت تعلمتوش الدرس من 2011. ننتقلوا من الفيسبوك للتويتر. خالد الرميثي: ليبيا غنية بالأزمات اللي تقدروا تحكوا عليهم، بدل الاهتمام بالعلاقات العاطفية اللي يصبح مبالغ فيه لدرجة حصر الحديث في التايم لاين الليبي حول المشاعر والأحاسيس ودقات القلب المتسارعة. عندكم أزمة الخبز والماء والبنية التحتية وأزمة السيولة، وأهمها أزمة الأخلاق حسب وجهة نظر خالد. انتقلوا للتغريدة اللي بعدها من مستر آسفو: قضية رأي عام. السيادة والتدخلات الخارجية، المرتزقة والقوات الأجنبية والقواعد بجميع جنسياتها، الأموال الليبية، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الاغتيالات والاعتقال القسري والقتل العمد، تدمير البنية التحتية لمنظومة النهر الصناعي، أزمة الصحة والكورونا والكثير والكثير، مع هاشتاج ليبيا. آخر تغريدة معنا اليوم دارين ضوء، صاحبة التغريدة دارين ضوء: لتعرفوا واقعنا جيدا، لما كنت نخدم في الإنعاش وظهرت أولى حالات التسمم بالميثانول كان يوم الديوتي متاعي، يعني يوم المناوبة متاعها، يبدو أنها دكتورة. من أول 6 حالات متوالية بلغت إدارة المستشفى أن نبوا الركب وطب الغسيل الفورمال لاين، كان يوم عطلة وقالوا للمسؤول على المخزن في الحوش هو اللي عنده المفتاح، ولما كلموه قالهم لو تبوه تعالوا لي. طبعا احنا نحكي الدكتورة تحكي على حادثة صايرة، ميثانول، الناس شاربة ميثانول، يعني بغض النظر على القصة نفسها، لكن الواقع اللي صار ونعرف قصة الميثانول، الناس اللي تسممت وكذا، لما مشوا أغلبهم متوفوا لأن ما كانش فيه كوادر تكفي ولا كانت فيه أجهزة تكفي. يعني لو مشوا، يعني لو صارت الحادثة في دولة تانية كان الأطباء حينقذوا أرواحها، لكن احنا ما شفناش أي ردة فعل ولا في تحقيق. حتى الناس في تعليق والله قال لي: أرجو أن احنا ما ننسوش التحقيق في صالة الترسانة، قصة صالة الترسانة والتسمم الغذائي اللي أصاب عدد يعني من الناس وحالتين وفاة. للأسف الشديد مش حتكون في تحقيقات. نقولها لك أنا، ترسانة وسوق الجمعة ويخش فيها الشيخ ويكلموا عبد الروف كارا ويكلموا مش عارف مني وعيلة هذاك وهذا راهو نسيبهم وهذه خالتهم وكذا، ومش حيصير شيء أبدا، مش حيصير شيء. تحقيق ورقة زي هذه هيك
يديروها بيكتبوا زي ما يعني نسجل في ملاحظة هم على أساس يديروا وخلاص تطلع مش هتكون يعني مش مفيش أي نتائج. في مطار نحرق هيك مطار نحرق ما لتوا كل حد يقول الثاني. ملعب كرة ملعب كرة قدم ما عندناش. مستشفى زي العالم والناس مستشفى. طب بعدين عموما بنتكلموا على المستشفيات. مستشفى طرابلس الطب اللي صاير فيها هذا قاعد فضيحة الآن. هاي خلنا نقرأ بالله التعليقات. الأخلاق استغفر الله العظيم وتوبوا إليه. إحنا في أم الأرانب هذا تعليق جوهرة الجنوب. إحنا في أم الأرانب نعانوا من حاجات واجدة من ضمنها أزمة الوقود وغلاء السلع وقصة الضي اللي مليهاش حل لعند دبيبة ولا بشاغة ولا عقيلة صالح. عيسى برلمان طلاب كراسي وأموال تمديد وليس تنفيذ مهام وأعمال لا يوجد أمن وأمان والاقتصاد والصحة الصمت أبلغ من الكلام. محمد بنوقة أعتقد الله لا تلحق عربي دولة غير المسحة وجدولة مثل ليبي. أحمد فرينجا المشكلة في ليبيا عدم وجود ضمير. أحسن الجيزاوي المحروقات والسيولة البنزين الغاز وحدث ولا حرج. عطر الملكي بالله بنقولك على دبيبة اللي شجع في الشباب على الزواج بعتالي من بيصرف عليهم كان هو الشاب ما عنداش مدخول من الأول غير يزيدوا في معاش الشرطة اللي مشحورينهم معهم. وجهات نظر. معنا اتصال هاتفي قبل ما ننتقلوا لملف الكورونا. هاي نستقبل اتصال هاتفي. لو مساء الخير. مساء النور مرحبتين. أهلا وسهلا بك أختي. ريت تعرفيني باسمك ومن وين تكلمي فينا. نجعوينا من المرج. من المرج. أيوة. أنا الزملاء ريت تعرفوا أن أنا ما اسمعش في الأسماء بشكل كويس. شكرا أختي ناجية. أختي ناجية سؤالنا اليوم نتكلموا على الأزمات يعني اللي قاعدة تصير. شو الأزمة اللي تواجه فيكم في مدينة المرج تحديدا ولغاية الآن ما لقولهاش حل؟ والله هن الأزمات راح في ليبيا كل الأزمات واجدة بالذات أزمات المواطن يعني المختنقات اللي يعيشوا فيه المواطنين. ما نتكلمش على الساسة يعني اللي متنعمين بخيرات البلاد كلها. نتكلم على المواطنين البسطاء اللي نحن منهم يعانوا من جميع المختنقات أبداها من أزمة البنزين الغاز غلاء الأسعار الكهرباء يعني كثير من الأمور اللي كلهن أزمات يعاني منهن من المواطن. حتى المياه نفسها تعتبر أزمة. أنا نحن مثلا في مدينة المرج نعانوا من أزمة المياه نتيجة طبعا مشاكل في محطات التحية مشاكل في توصيل خطوط الأنابيب المياه السلحة للشرب للمدينة. مع أن للأمانة المجلس البلدي للمدينة يحاول يعني أنه يحلحل هذه الأمور ولكن تبقى الأمور هذه صعبة لأن المحتاجات تخطيط عميق دراسة يعني علمية بحتة ينتج عنها تطبيق حل جذري للمشاكل اللي يعاني منها المواطنين مثلا هذه في مدينتي. أما عن المشاكل في ليبيا فكلنا في ليبيا إجمالا المشاكل اللي يعانوا منها كل المشاكل وحدة تشوفها في المرج تشوفها في طرابلس تشوفها في سبها تشوفها في بنغازي تشوفها في صحيح. غريان في يفرن في جادو في كل مناطق ليبيا جميع المواطنين في ليبيا يعانوا من أزمات المختنقات والساسة لا يعلموا بنا شيئا. شكرا جزيلا لك أختي ناجي عوينا كنت معنا مدينة المرج. تحياتنا لك كل مشاهدينا في المرج. ننتقلوا الآن مشاهدينا الملف كورونا بسرعة نشوفوا آخر البيانات الصادرة على المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأيضا عندنا بعض الأشياء اللي نبوا نعلقوا عليها في حلقة اليوم. نشوف أول بيان البيان رقم 645 التحديث اليومي يوم لحد 20/2 عدد العينات كان 7000 عينة الحالات السالبة 4000 والحالات الموجبة 2000 ما نسبتها تقريبا 32% من إجمالي التحليلات. انتقلوا للبيان الصادر عن يوم الأحد 19/2 رقم البيان 644 عدد العينات 7000 يعني تقريبا نفس العدد الحالات الموجبة 2292 تقريبا 29.5% أو 29.4%
إجمالي عموما هذا اللي نشوفه فيه أمامكم من خلال البيان. ننتقلوا أيضا عندنا أشياء نبغى نعلقوا عليها. هل في عندنا بوست احنا طبعا موجود على المركز الوطني، صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض. احنا السؤال بنوجهه للدكتور حيدر السايح، انت قبل شهر قلت يجب المرحلة الخامسة وكذا واغلاق المدارس ولقاءات وندوات، وفي الأخير في حفلة 17 فبراير ما كانش ليك أي دور أبدا ولا يمكن يكون ليك دور، ولا الدبيبة بيسمح لك ولا منصة حكومتنا حتسمح لك مباشرة يعني خلينا نقولها. فخشوفوا بالله المنشور اللي موجود على الصفحة، صفحة المركز الوطني لمكافحة أو عفوا نشوفوا الصورة بهاي، نشوفوا الصورة يا ريت ناخدوها فل بالله سيدنا المخرج، بالله شوفوا الصورة هذه. هذه الدكتورة فتحية العربي مديرة مركز بنغازي الطبي، هذه دكتورة مركز بنغازي أو مديرة مركز بنغازي الطبي. طبعا احنا صولات وجولات عندنا مع الدكتورة فتحية وهي موجودة والآن في طرابلس. طبعا اللي أثار انتباهي في الصورة هي أول مرة تشوف الدكتورة فتحية مبتسمة، فما فهمتش علاش انت في بنغازي عمرنا ما شفناك مبتسمة. طبعا هي كده هترد علي وتنزل صورة غدوة في بنغازي مبتسمة، لكن أنا قبل ما هي تنزل الصورة أهو جبت الصورة هذه. هي الآن مبتسمة موجودة في زيارة لمدينة طرابلس لمستشفى طرابلس، المستشفى الجامعي اسمه اللي هو في مركز، وهو ما عرفتاش يعني وين هو، لأني لما شفت الفيديو لقيتها في المركز الطبي نفسه يعني، يعني حاجات غريبة في عموما. سيدة فتحية عربي الآن موجودة في طرابلس، كانت مسؤولة على ملف الكورونا، وإحنا مش ناسين دكتورة فتحية. قبل سنتين تقريبا الدكتورة فتحية عربي لما توجهت لها أصابع الاتهام في الميزانية وفي المشاكل اللي قاعدة تصير، طلعت بشكل مباشر للليبيين وخاصة أهلنا في المنطقة الشرقية. شو قالت لهم؟ قلت لهم منظمة الصحة العالمية أعطت لي المركز فرع طرابلس 380 مليون وإحنا ما خدينا منها شيء. طبعا إحنا مباشرة جبنا كم أعطيه أو أعطت منظمة الصحة العالمية المركز الوطني الليبي، لأن هم يشوفوا لاش طرابلس وبنغازي منظمة الصحة العالمية يا دكتورة فتحية يشوفوا فيها ليبيا كلها، رغم ما يندروش علينا إحنا إيش نصير الداخل. فهم أعطولي ليبيا 4 مليون، فإحنا نبوا نعرفوا ال 376 مليون اللي زدتيهم حضرتك وين؟ من وين جبتيهم؟ هذا أولاً. فإحنا جبنا اللي يأكد أن كلامها خاطئ، وقلنا راهو منظمة الصحة العالمية ما عطتش لليبيا أكثر من 4 مليون وبالكثير ما وصلوش حتى 5 مليون دولار. فالسيدة فتحية عربي طلعت في قناة الحدث ثاني يوم وردت علينا على أساس وقالت والله هذا اللي قالت هنا إليزابيث هوف منظمة الصحة العالمية، قالت أنا أعطيت الفلوس في طرابلس ما وصلكمش بنغازي. نضنا إحنا تاني يوم مفاضين إحنا عادي يا دكتورة، ثاني يوم نوض نجيب الدكتورة إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا وقالت احنا ما عطينا شيء. انفت كلام الدكتورة فتحية عربي. وبعد ما فضحنا هذا كله وزير الصحة ما حققش مع فتحية عربي، عبد الله الثني ما دار شيء للدكتورة فتحية عربي، ما في حد دار ولا حد انتبه ولا حد صارت. فدار الزمان والدكتورة فتحية عربي لها في طرابلس شوف يعني ومبتسمة، وهي في بنغازي ما تبتسمش، لاني نتابع انا نتابع في مركز بنغازي الطبي ونتابع في نتابع في العديد من الصفحات اللي موجوده على التواصل الاجتماعي، ما عمري شفتها تضحك. لما وصلت طرابلس ضحك، وهي من سنه ونص قالت ما اعطوناش فلوس، ومنظمه الصحه العالميه قالت احنا ما اعطيناش فلوس اصلا، وفتحيه عربي كلامها غلط كذب. والان موجود يعني شوفوا مشاهدينا لو تشوفوا المسؤولين اللي بيروا ما فيهم حد حقيقي، والدليل الاشياء اللي نشوفه فيها بالله. هي خلينا نشوفه بسرعه. المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم منزل منشور على صفحته تلقوه من 8 ساعات، التزاما بالإجراءات الاحترازية الواقية لحد من انتشار فيروس كورونا إلى آخره، ومنزلين صورة يعني شوف الفضيحة اللي مدايرينها للرواحة، ومنزلين صورة الافتتاح بالزحمة متاعها. شو مقايلين؟ طبعا هذه كده توجيه الدكتور حيدر، قايلين احنا المركزين قمنا بتوزيع عدد من الكمامات ومعقمات الأيدي على كافة الأفراد عند الاحتفال
يعني هم وزعوا 30 ولا 40 ألف ولا فهمت. أيضا شنقال قال كما تم متابعة ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح خصوصا عند حشود الأفراد وذلك لتلافي. قصدي على مين تكذبوا؟ على مين تكذبوا؟ أما كمامات اللي وزعتوهم وأما معقمات، الفيديوهات موجودة، شفنا الناس، احنا الناس فوق بعضها ولا في واحد لابس كمامة. ومن ما منعكم يا سيدي كان حتى تبوا توزعوا انتم؟ هو لا حكيم، هو مكتوب انهم وزعوا حكيم. عموما فانا اللي بنقوله، اللي بنقوله ان السيد عبد الحميد دبيبه كان يبي مداير الشو وصار فين الملايين وجايبين فن. عموما حنحكي على القصه، انا للاسف الوقت مشي مني بسرعه. ف خلاص طبعا صرفوا 80 مليون دولار ومش عارف شنو وكذا، شو بيجيهم حيدر السايح بيقولهم لا والله كورونا، بيقولوا لا حاضر. انتم علاش حاطينك يا دكتور حيدر باش ما يسمعوش كلامك؟ انت حاطينك المدير لمركز مكافحه الامراض باش ما يسمعوش كلامك، راه لانك لا تمثل اي تهديد بالنسبه لهم ولا تمثل شيء. والدليل اللي صاير الان والاحتفال له 4 ايام، انت اليوم يا دكتور حيدر جاي تقول لنا احنا علاش اليوم قلتوا وزعنا كمامات، وعلاش ما بانش في الفيديوهات؟ ما احنا قناتنا نقلنا الاحتفال، ما شفنا حد لابس كمامة. يعني كم نسبتهم؟ كان 3% لابسين كمامة. انت تقول وزعنا على الجميع و10,000 معقم وكذا، تكذبوا على الناس. والدكتورة فتحية اللي كانت معادية على اساس الجماعة اللي في الغرب توا جايتهم وتضحك، وهي في الشرق عمرها ما ورت للناس سنونها. اسوأ مركز اسوأ مركز صحي في دول شمال افريقيا هو مركز بنغازي الطبي اللي دكتورته مديرته الدكتوره فتحيه. واسوأ مركز في شمال افريقيا لمكافحه الامراض المعديه هو المركز الوطني لمكافحه الامراض اللي دكتور المديره مني حيدر السايح. هادو افشل اجهزه في شمال افريقيا، في دول شمال افريقيا ما فيش افشل من هيك يعني. وقاعدين يعني عايشين حياتهم بشكل طبيعي وكأن ما فيش أي فساد أو أي انتشار أو الوضع الصحي السيء اللي في أغلب المدن الليبية. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم نهاية الحلقة، شكرا للزملاء في الكنترول، شكرا للزملاء اللي خلف الكاميرات. يوم الجمعة القادم إن شاء الله حلقة جديدة، وانتم شاهدوا، بليتكم سعيدة، إلى اللقاء.